السلام عليكم دكتور. أهلا وسهلا سيد إسلام، تفضل. أكيد بدك تعرف نتيجة التحاليل. يا ريت دكتور، يا ريت. ما بعرف كيف بدي أشرح لك يا سيد إسلام، بس حالتك صعبة كتير. خير إن شاء الله دكتور، والله شغلت اللي بالي. شخصنا عندك مرض اسمه الميثومانيا أو سويدولوجيا فانتاسيكا. شرح لي أكتر دكتور، الله يرضى عليك. شوف يا سيد إسلام، هذا المرض بيسموه مرض الكذب القهري. لا دكتور، هاي ما حبيتها منك. الكذب حرام دكتور، حرام. طيب خليني أشرح لك شوي. تفضل دكتور، تفضل. مرض الكذب القهري لما بيتأزم مع الإنسان يا أخي بيصيب الشخصية بالإزدواجية، يعني المرض بيخليك تخلط الأكاذيب بالحقائق وتصدقها، وهيك بتصير تخدع نفسك وتخدع الآخرين بدون ما يكون عندك أي إحساس بالذنب. شو بدي أقول لك يا دكتور، والله تشخيصك دقيق مثل عقارب الساعة. تعرف شو، مرات كتير بحكي كلام أنا نفسي ما بعرف إذا كان صح ولا كذب، بس يا أخي عم صدقه. هذا من أعراض الكذب القهري. لا دكتور، أعتقد هذا من أعراض التقية والمعاريد. وشو بتعني هاي المعاريد؟ يعني تجنب قول الحق واستبداله بما هو شبيه به دكتور، يعني كلام بوشين دكتور، بتقول شي وبتضمر بقلبك شي تاني. إن في المعاريد لمندوحة عن الكذب، يعني المعاريد بتعود أو بتغني عن الكذب، يعني في المعاريد وسعة وفسحة للكذب. ما حكم المعاريض وما الفرق بينها وبين الكذب؟ الكذب واضح، الكذب واضح، وهو الإخبار عن شيء يخالف الواقع، هذا هو الكذب. أما المعاريض المراد بها التورية، بمعنى إيه؟ إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب، إن اضطر الإنسان إلى أن يوري وأن يقول كلاما يفهم منه المعنى البعيد الذي لا يقصده السائل، وإنما هو يقصد معنى، أو المتكلم وإنما يقصد معنى آخر، بحيث لا يوقع نفسه في الكذب، فهذا وارد. هذا تحايل على الحق وكذب مغلف يا سيد إسلام. حاشا دكتور، حاشا، جنبا. طيب ما مشكلة، خلينا نعمل عليك اختبار. راح أعطيك حبة دوخك شوي وبعدين اسألك شوية أسئلة، إذا جاوبت كذب بيشعل الضوء الأحمر، وإذا صدق بيشعل الضوء الأخضر. ماشي؟ إن شاء الله كله صدق دكتور، ما في كذب. الحالة متأزمة معك جدا سيد إسلام، كل الأجوبة أحمر ما عدا سؤال واحد. ليش؟ شو سألتني دكتور؟ سألتك هل الإسلام دين سلام؟ هل الرسول أشرف خلق الله؟ هل جاء الإسلام بشريعة التسامح والرحمة والأخلاق الحميدة؟ جاوبت على كل الأسئلة بنعم، وضوى أحمر يعني كذب. بس سؤال واحد وحيد كنت صادق فيه وضوى الضوء الأخضر، وشو هو؟ سألتك بتحبني وكان جوابك لا. أعتقد جهازك خربان دكتور. لا الجهاز مو خربان، أعتقد أنت الخربان والدواء ما راح ينفع معك. يعني ما في أمل دكتور، خلاص.